السلام عليكم الاخوه، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانيا، كنتمنى نهاركم مبارك سعيد ان شاء الله. درنا واحد الجويله هاد الليله في الطبيعه، بغينا نشوفو شنو غنصادفو. ساعه بزاف اللي صادفنا، منهم الطيور، منهم هذا الجنافذ، يعني هذا واخا ما كاين تاكلوشي في هذا العصر هذا دابا حاليا، ولكن يعني جويله خفيفه في الطبيعه، وبغينا نصور لكم في اخر ليل شنو كيدور. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وما تنساش ديروا لايك، تفاعلوا مع الفيديو ويوصلكم كل جديد إن شاء الله، فضلا وليس أمرا. شكرا جزيلا لجميع المشاهدين والمشاهدات، تحياتي لكم. شوفوا سبحان الله يا ربي، مسكين هذا كنسميوه احنا في اللق الزيتون، يعني عنده افريكسين، حتى هو كيغطي على ولادو، وكيسكن يعني كيدير شي تقبه هكا في شي شجره ولا هادي، وكيدير فيها العش. والله يسمح لنا من الوالدين، يعني اي واحد راه كيخاف على ولادو كما كتشوفوا سبحان الله يا ربي.